لا بالتأكيد، يعني بالتأكيد ما حتحل المشاكل. يعني كثير من أعضاء البرلمان كانوا معترضين على الجداول، اليوم أقرت الموازنة بحضور 199 نائب، وأعلن المندلاوي إنهاء العمل الفصل التشريعي. هناك كثير كثير من الشواذ فيه والألغام فيه، مثل ما حضرتك تفضلتي. يعني هناك مشكله مثلا في العجز ال 64 مليار، هذه الاسعار، مثلا اسعار النفط هم حسبوها. استاذ علي، قبل قليل كان معنا عضو مجلس النواب الاستاذ سعد التوبي، ذكر انه هذا العجز هو عجز تخطيطي وليس عجز حقيقي. لا لا، هذا عجز حقيقي. يعني خليه يرجع السيد النائب ويراجع كل شيء صحيح، لانه اسمحي لي ست ملاك، هم يعني اقروا هذا مو اليوم، يعني احنا من زمان تحدثنا بقناتكم الموقرة ايضا، اقروا سعر البرميل النفط على 80 دولار، وهذا كان خطا استراتيجي، واحنا تكلمنا وقلنا هذا خطا استراتيجي. اليوم اسمحي لي حضرتك، اليوم عند اقرار الموازنه اليوم النفط ب 74، يعني هناك في كل برميل 6 دولار في الموازنه ناقص، هذه مشكله كبيره، فروق كبيره. الحكومة رمت في هذا العجز اللي هي 64 أو 63 مليار في ملعب البنك المركزي العراقي والمصارف المحلية، وهذا حيأثر على الاقتصاد العراقي. يعني خلي ننوه على شغلة كلش مهمة. تفضل. السيد السوداني لما استلم رئاسة مجلس الوزراء ركز على أمور مهمة، ركز مثلا على قطاع، قال حننمي ونبني قطاع الطاقة. نعم، اليوم الطاقة أخذت حصة من الموازنة 19%، الدفاع والداخلية أخذت 16%، لكن بين قوسين هناك خدمات أيضا مثل القطاع الزراعي 1% أخذ من الموازنة، القطاع الصناعي 1% أخذ من الموازنة، النقل والاتصالات 1%، الماء والمجاري والصرف الصحي أخذ 0.06% من الموازنة. اذا وين اللي البرنامج الوزاري اللي وعدنا السيد رئيس مجلس الوزراء السيد ابو مصطفى السيد السوداني، وعد الشعب العراقي انه هذه يعني مثل الماء والمجاري، هذه مشكله. احنا نشوف لما يصير امطار في العراق هناك شواذ كثيره في هذه الموازنه. جنابك انا شفت شهادة جنابك وجهت سؤال للسيد النائب اذا تسرق هذه الموازنه او لا، وضحك وابتسم وقال لك هذه في ايادي امينه. خليني انبه على شغله ايضا مهمه، هناك من اموال الامن الغذائي 23 مليار، عفوا ميزانيه الاستثمار هذا المتبقي 38 مليار، وميزانيه 24 46 107 مليار اليوم مفقوده. خلي يرجع السيد النائب هذه السيد السوداني، خلي يطلع رئيس مجلس النواب السيد المندلاوي، هذه 107 مليار دولار، يعني ثلاث مجسرات كانت تكلفتهن اللي سواها السوداني هذني تكلفتهن مليار و200 مليون. اذا وين هذا المبلغ ال100 مليار و7؟ يعني هذا وين ذهب المبلغ؟